عشان صايم تبقى قاعد طول النهار على سيرة الناس، فلان جاب وفلان خد، او كذب او غيبة او نميمة او غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من منافع الصيام وجميل آثاره التربوية اللي بترقى بالمسلم وتنقي وتطهر المسلم هو حفظ الألسنة الجامحة، إنك تحفظ لسانك وتطهر لسانك عن قبيح الكلام. بنشوف الناس في رمضان أو في غيره قبل الفطار، فلان اتنرفز، عمال يشتم، كاره نفسه، كاره هدومه، تيجي تكلمه يقولك أصله صايم يا شيخ، ده غصب عنه يا شيخ، ده بيدخن يا شيخ، كل دي حجج تعبانة. واسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مش دي أخلاق المسلم ولا دي أخلاق الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها للناس أجمعين. فين الغاية العظيمة المرجوة والمنشودة في قول الله عز وجل: لعلكم تتقون؟ مش عشان صايم تبقى قاعد طول النهار تخنق دبان وشك أو تقول شكل للبيع. مش عشان صايم تبقى قاعد طول النهار على سيرة الناس، فلان جاب وفلان خد، أو كذب أو غيبة أو نميمة أو غيره. فين الغاية وفين الثمرة العظيمة من الصيام؟ الصيام ما هو إلا مدرسة عشان ترقى بنفسك وتطهر نفسك وتطهر لسانك عن قبيح الكلام وعن وساوس الشيطان. ولشدة ضرر اللسان وعظيم آفاته، سيدنا معاذ بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قائلا: يا رسول الله، وإنا لو آخذونا بما نقول، يعني وإحنا هنتحاسب على اللي بنقوله يا رسول الله؟ فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وصارم وقاطع، فقال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يقب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ما بيضيعش الناس إلا لسانها، ما يضيعش صيامك إلا لسانك، ما يضيعش الأعمال الصالحة إلا اللسان. حصائد اللسان كثيرة، منها الكذب، منها الغيبة، منها النميمة، منها الهمز، منها اللمز. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. يبقى المسلم اللي صام رمضان إيمانا واحتسابا لله عز وجل ويرجو القبول من الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى يحفظ لسانه ويطهر لسانه عن قبيح الكلام. ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يسخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم. والنهي صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يسخب ولا يرفث. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام مدرسة عشان يتدرب فيها المسلم وينتهي بنفسه عن ترك الأخلاق السيئة، ويطهر لسانه ويطهر نفسه عن وساوس الشيطان. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام. فاللهم يا ربنا نسألك أن تحفظ علينا ألسنتنا وأن تطهرها وتنقيها من قبيح الكلام يا رب العالمين. وفي الختام، صلاة وسلاما على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.